صينيه بولونيز بالبطاطس كده، حاجه اختراع لذيذ جدا. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي لحمه مفرومه، جزر متقطع بالنوازات كده صغيره، عندي فلفل كمان، عندي صلصه طماطم، عندي بصل، توابل ايطالي، ثوم، عندي هنا طماطم بيريه، عندي هنا بطاطس دي نسخه كده عملناها انا بسرعه، اتشوت في الفرن، اخذت ملح فلفل ثوم باودر وبصل باودر وشويناها في الفرن. بالنسبه للبشاميل طبعا عندي دقيق، زبده، مستردة، لبن، وعشان التوبينج في الاخر عندي جبنه. طيب على طول كده الاول ننزل بشويه زيت في الطاسه بتاعتنا، هنزل بالجزر، بصل، فلفل، والثوم. خلاص هنزل على الكلام ده رشه من الملح، رشه من فلفل اسود، هقلب كده. احنا بنعمل ايه؟ صوص بولونيز كده، وبعد كده هننزله مع البطاطس. وسع كده، هنزل باللحم. خلاص هديها هي كمان رشه من الملح، هبتدي اكسر اللحم. هي البخار وهو طالع هيفكها، بس انا بحاول ايه اسرع البروسيس شويه اهو، ونديها بس فرصه كده دقيقتين ثلاثه، ندي تقليبه كده للحمه. طبعا البولونيز في العادي البولونيز بيحتاج مثلا ايه نص ساعه نسيبه بقى يتسبك وكده، لكن احنا عشان هندخله الفرن فمش ضروري، احنا يا دوبك هنسوي بس اللحمه بتاعتنا وننزل بالصوص، وبعد كده نسيبه بقى ياخد التسبيكه بتاعته جوه في الفرن. قلب كويس، اكسر اهو اللحمه، نديها دقيقتين كمان. هنزل دلوقتي بالتوابل الايطالي، فلفل اسود، الصلصه، هقلب كويس، واخيرا هنزل بالطماطم البوريه. هقلب الكلام ده، نسيبه يغلي كده مع بعضه على ما نحضر البشاميل بتاعه. الصوص بتاعنا اهو، لو حابين نديله لون وشويه دبث شويه عمق كده في الطعم، ممكن لو عندنا صوص اللي هو الورشستر احنا بنستعمله كتير قوي في الوصفات بتاعتنا، ممكن نديها شويه او نقطه من الصويا صوص، هتبقى برده فكره كويسه. تعال نبتدي بقى نحضر البشاميل. هنزل بالزبدة، هديها فرصة تسيح، زي ما بقول لكم بقى عايزين نخليه نص ساعة ياخد التسبيكة بتاعته، ممكن نعمل كده. أنا عشان لسه هدخله الفرن فبالنسبة لي هيكمل هو التسبيكة بتاعته جوه الفرن. سيبه يغلي،
ندي الزبدة بتاعتنا تسيح، بقى جاهزين بالدقيق والمستردة. هنزل بالدقيق هنزل بمعلقة المستردة حمر الدقيق كده مع المستردة ثواني، وعلى طول بقى ننزل باللبن واحدة واحدة كده. شوية ونقلب عشان نظبط القوام بتاعنا. اهو ريحة البولونيز وهو بقى بيتسبك كده حاجة فظيعة. نظبط البشاميل بتاعنا. حلو قوي. هديله طبعا ظبط البشاميل بالنسبه لي دايما شويه من الفلفل الاسود كده على الوش ونقلب. حلو قوي. طيب نمني بقى البايركس بتاعنا. نجيب بايركس ظريف كده. نجيب معلقة كبيرة شوية. عظمة. هنزل بالبولونيز البايركس من تحت كده. حلو قوي. ادي البولونيز. هنزل عليه بالبطاطس. نوزعها كده كويس. نعمل طبقة اهو. وعليه بسم الله ننزل بالبشاميل. الله الله. واخد بالك يا استاذ معتز؟ خد بالك من العظمه حبايبنا. وبعد كده هنزل اغطي الوش بقى خالص بالموتزاريلا، وهتخش على فرن بريهيتد متسخن على 200، واحنا كل حاجه عندنا مستويه. احنا كل بس اللي مستنينه الجبنه بتاعتنا تسيح وتاخد لون كده جولدن براون الذهبي اللذيذ، ونبقى كده تمام. ناخد بايركس بتاعنا على الفرن على طول.